السلام على رسول الله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه الصيام، لكن يعني لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا ندرس فقه الصيام ولا ندرس مثلا فقه الحج؟ لماذا؟ الوقت لأن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الصيام صحيح إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولأن الإنسان قد يقع في شيء من محظورات الصوم أو المفسدات يعني أو مفسدات الصيام، وهو لا يدري أن الصيام باطل. ثم أن الآن الذي يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم في شبه من يعمل بلا علم بالنصارى، والذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود غير المطلوب عليهم اليهود والقرابين النصارى. إذا هل تريد أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء؟ لا. إذا لا بد أن تتعلم فقه الصيام، هذا سبب اختيار الدورة في فقه الصيام. إن شاء الله يعني هذه الدورة تكون دورة ميسرة سهلة جدا، ونعرف في هذه الدوره منها اشياء معروفه عندنا، لكن اريد ان اتلاقى هذه المسائل. كل واحد منها الحمد لله صدق. ما هو الصيام؟ حكم الصيام هي صيام شهر رمضان، على من يجب الصيام؟ من الذي يجب عليه ان يصوم؟ ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ ما هي مستحبات الصوم؟ نريد أن نعرف شيء عن زكاة الفطر، صلاة العيدين، صلاة التراويح، الاعتكاف، صيام النافلة، وصيام الصيام المحرم والصيام المكروه. هذه المسائل إن شاء الله تعالى في المعنى مهمة جدا. صحيح؟ نعم، نمر عليها إن شاء الله تعالى ونخلص. أولا، لو قال لك كافر تصوم رمضان؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ اشرح لي الصيام. تقول لا أدري ولا أعرف ما هو الصيام. إذا معنى أن شهادة أن الصوم شهادة زور، لا شك فيه. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام. إن نذرت للرحمن صمت. ولا نريد هذا التعريف اللغوي، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. مرة أخرى، التعبد لله. إذا لابد في الصيام من نية. لمن؟ تصوم لمن؟ لله. لأنه قد لا يأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، فصيامه باطل. إذا لابد من نية. إذا هذا التعريف فيه ركن الصيام، نية وإمساك. إذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف شرعي إخوان. نعم، تعبد لله. أوقف. الله تعبد لله. التعبد لله.
بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الله أعلم. من علم تعرف؟ تعبد لله. تعبد لله. نعم. بالإمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس لا من طلوع الصبح طلوع الفجر طلوع الشمس لعلك تمسك الساعة السادسة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين. من يعرف ركن الصيام؟ ركن الصيام النية والإمساك. طيب النية محلها الغلب والتلفظ بها بدعة. الآن كل واحد منا إن شاء الله يقدر ويا الله هو من الآن ناوي سيغلب. مجرد أن يأتي إعلان دخول الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية متى ما أعلنت المملكة انعقدت النية في القلب صحيح؟ نعم. فلا تحترق في كل ليلة تستحضر وتجلس تستحضر النية. هي النية موجودة صحيح أم لا؟ ولا يصح أن تقول اللهم إني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء المؤذن التاسع من شهر كذا 2013 في مدينة كبشو ولا كذا فسره لي وتقبله مني ممسكا في الساعة الثالثة إلى ربع توقيت كبشو مفطرا بإذن الله تعالى الساعة العاشرة 20 دقيقة فسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. يصح؟ لا طبعا ما يصح. هذا تنطع في دين الله وبدعة. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ الحمد لله أسهل ما يكون. نعم واجب ركن من أركان الإسلام. ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنت وما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا نسأل الله السلامة والعافية. يكفر إلا إذا كان حديث عنه في الإسلام لا يعلم يعلم إن رجع تركنا وإن أصاب هذا كفر أكبر لأنه كيف يمكن الصيام؟ نعم هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام لا يصح. طيب ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ نعم الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون. لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل الى البيت الا الله. فلا تاكل ولا تشرب ولا تاتي بمفسدات الصيام. تتق الله تخاف من الله. نعم هذا حكمه من الحكم. غير ما الحكمه؟ نعم. تعود النفس على الصبر. تعويد النفس على الصبر. تعود نفسك ان تصبر وجاهد النفس والشيطان عصمه. يا الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر عن معصية الله يستهل مفسدات الصيام، وصبر على قتال الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا. فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا بد. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم. شعور الإحساس يا أخي المسلم الذي لا يجد قوة يأكل الإحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة
تشعر بما عليه الفقير تمر عليه الساعات الطوال ولا تمسك لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقه في رمضان، وكذلك يجب على الصائم اخراج زكاه الفطر لاقناع الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم هذا الثالث. من يذكر يا رب؟ كذلك ان الان الانسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله ما لذ وراء، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الخامس ضبط النفس، أنت عبد، العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يسأل عما يفعل ولا يسأل. هذه العبودية فيها عزة ورفعة، أما هذا الذي يقول أنا حر، كل من يقول أنه حر هو في الحقيقة والله عبد للشيطان. صحيح؟ عبد للهوى للشيطان. هذا يقول تقول أنا مصوم، لا أنا حر، حر تعبد للشيطان، أنت محارب لرب العالمين، هذه حرية. والله هذا عبد الشيطان، أطعنا طع الشيطان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغيت العزة لغيرك قال أذلنا الله. إذا الحكم خمسة، اترك الفاعل، احنا نريد نتكلم في جانب الشريعة، الشريعة الأخرى. طيب اذا الامور خمسه، من يعيد عليه؟ الحكم والصيام، التقوى، تهذيب النفس، التعويض على الصبر وعلى الطاعه وعلى المعصيه وعلى اقدار الله، الاحساس بحال الفقراء والتصدق عليهم، التفرغ لاعمال الله وشركاء، شكر النعم. والرابع انك عبد ليس لك الاعتراف، تقول صيام رمضان تقول أصوم، تصلي الفجر ركعتين تصلي، تجر الفجر وتجر الظهر تقول أنا عبد، ليس لي أن أقول سمعا سمعنا وأطعنا. طيب على من يجب الصيام؟ على من الذي يعلم؟ نعم على العاقل البالغ القادر. واحدة 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أحسنت. على المسلم يجب الصيام، يجب الصيام على المسلم. طيب يا اخوان اصلا الكافر يؤمر بالصيام او بالصلاه او بالحج او بالزكاه؟ لا، يؤمر بالشهادتين. لماذا تقول اول امر من هذه الامور ما يجب على الصيام تقول من يجب عليه الصيام تقول المسلم؟ لماذا ذكرت الاسلام؟ لان هناك اخوان من يصوم لكنه مشرك، شرك أكبر، صيام ضرب، كيف؟ يصوم ويسب الرب، أي يصوم، طب هذا صيام ضرب لا شك فيه، يصوم وهو يذبح للجن ويسحب القبور ويضرب القبور ويستعيذ بهم، هذا صيام. إذا أول شيء لا بد أن تفتش عنه حتى يكون الصيام صحيح الإسلام. أما هو إذا يجب الصيام على المسلم. طيب سؤال، رجل يصوم لكن لا يصوم، رجل يصوم لكن لا يصلي، فقال انا باذن الله اصوم. نعم غير مقبول، اقول بعد ما اصوم انا غير مقبول، اقول غير مقبول. فهذا يقول له اسمع ما تصلي ايضا لا تصوم، امشي
يعني معناه انه قد يمشي لا صيام ولا صلاه، وابقى بلا صيام ولا صلاه. لا، خطأ. الذي لا يصلي ويصوم تخوف بالله، تخوف، تقول اتق الله، كيف تصلي؟ اذا ما تصلي، قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه بالصلاه والنذر فقد كفر، تريد ان تكون كافر؟ اذا مت ما نصلي عليه ولا تكفر وتدفع معك اقل وتحشر الله السلام العافيه مع ابليس وفرعون. هذا رفقاء في جهنم، نسال الله السلام العافيه. ولا لابد ان تصلي ونحن نساعد، وتاتي معنا كل يوم الى المسجد ونتصل عليك بصلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر والمغرب والعشاء، وتتابع بين النهار، وما يمكن اثرك من ابليس. صحيح؟ أما تقول لا ولا تصوم ولا تصلي وكذا، لا ما يصح.